أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج The New Lebanon. اليوم معنا ضيفة مميزة بعرف إنكم تعرفها، بعرف لأنه هي بكل أنحاء مهنة النشاط في لبنان. هي اسمها حياة مرشاد، وهي كمان ناشطة نسوية وصحفية، ومش بس هيك، هي كانت ناشطة للحقوق، مش بس للفتاة وكمان البنات الصغار، من سنين، من سنة 2007. وأنا كتير مبسوطة تستقبلها على البرنامج اليوم، فهي إجت ويلا رح نشوف إذا إنستغرام. يس ياي، هاي هاي، كيفك؟ جود، انت منيحة. لي الشرف انك معنا اليوم. عن جد انا بشوف وبتابع كل نشاط تبعك، وانا يعني كتير يعني انا تأثرت كل شيء عم تعملي، وانا بحب كتير الشغف يلي عندك اكتر شيء، فمرسي انك شكرا. يعني thank you لإلك، وشكرا على البرنامج الحلو اللي عن جد هيك عم بيضوي على جوانب حلوة بلبنان، وعلى اشخاص عم بيحاولوا يشتغلوا كل يوم ليعملوا لبنان افضل. ان شاء الله هيدا الضوء يقدر يفرجي للناس قديه لبنان كتير قوي لسه، حتى مع كل هالمشاكل يلي عم نشوف هلا. وانا كنت عم اقول للناس عنك، وانت ما شاء الله شو هالنشاط. يعني انت بلشتي بنشاط والادفوكسي للنساء والبنات ب 2007، وكمان انت رئيس التحرير تبع شريكة ولكن، كثير حلو. نعم. مشروع، وممكن تقدري تحكي أكثر معنا عن هالمشروع. وكمان أنت عندك خبرة كقيادة ب فيميل، وهذا مشروع كمان يلي عندك، وكمان اشتغلتي مع الأمم المتحدة إلى آخره. بقدر أعمل لائحة كتير طويل، بس الشيء أهم شيء وأنت عم تعملي عم يعني بتحطي كل جهدك لهالميشن وهالهدف، وهو حقوق المرأة وحقوق البنات والتساوي بين البنات والرجال. فأنا قرأت شوي عن قصتك، يعني كيف بلشتي، بس خبرينا شوي من وين إيش هالشغف الكبير والشد يلي ضليت معك كل هالوقت. يعني أنا على طول بقول أني لما انسأل هيدا السؤال، وصاري بعتذر على صوتي لأنه هيك لقطة فلو صار لي يومين. سو على طول بقول أنه بعتقد الشيء العادي هو أنه نحن كنساء وفتيات نصير نسويات بعالم قائم على التمييز كل الوقت. يعني من أول ما نخلق، الأدوار يلي بتنعطى لإلنا، الصور النمطية كيف بينظر لإلنا كبنات، بينظر لإلنا بطريقة أدنى من الرجل دائما. وطبعا بمجتمعاتنا هذا الموضوع موجود بطريقة أكبر. ذكرت شريكة ولكن، للأسف بعتقد عم بتابعي على شريكة ولكن يوميا أخبار الجرائم بحق النساء والعنف يلي عم يرتكب بحقهم. فبعتقد من كل شيء منعيشه بتجارب، من وقت اللي نكون بالمدرسة، الأشياء اللي منشوفها على التلفزيون، التفاصيل يلي منعيشها مع أصحابنا مع أهلنا بمجتمعاتنا، بتخلينا نشوف أنه في نوع من التمييز ضدنا، وسبب التمييز بس أنه نحن خلقنا نساء، مش أي سبب آخر. فهيدا كان بشكل أساسي المحفز الأساسي لإلي، يعني مثل أي بنت، أنه خيي
عندك الصبي مثلا في يلعب بملعب الضيعه مع الصبيان، انتوا البنات ما فيهم ينزلوا على ملعب الضيعه، في اشياء مسموحه للشباب مش مسموحه لإلك، الشاب في يروح ينام عند رفيقه البنت ما فيها، من هيدي التفاصيل الصغيره. بالمدرسه لما بدنا ناخذ بريك بيبعتوا الصبيان على الملعب ليلعبوا فوتبول وباسكت، ونحن بنقعد بقلب الصف يا بنرسم يا بنعمل شيء للبنات. سو هيدي التفاصيل للاعلام كيف بيصور النساء. لا بالجامعه شو لازم تنقي اختصاص، من انا وصغيره بحس انه في شيء غلط بهذا المحل. لوقت بعتقد اللحظه الاولى اللي حسيت انه اذا بدك اجى حدا وقال لي انه هذا الشيء اللي عم فكري فيه، لانه كل المجتمع كل الوقت بيقول لك انه هذا الطبيعي، انه انت بنت طبيعي ما يطلع صوتك، طبيعي تلعبي هذا الدور، طبيعي يكون خيك او بيك عم يحموكي، انت تكوني اضعف، لانه المجتمع ذكوري بطبيعه الحال. فاللي قاعده وراي نوال السعداوي اللي بصرت اللعب بكل اللايفات اللي بطلع فيها، ويلي هي من الناشطات والمؤثرات النسويات بالعالم العربي، بعتقد كتار بيعرفوا عنها. فنوال كانت اول كتاب نسوي بقرا له اياه هو المراه والجنس، وهيدا الكتاب هو يلي كان الانقلاب بحياتي، لانه اول مره حدا بيجي بيقول لي انه لا هيدا الشيء غلط، وهيدا الشيء اسمه عنف ضد النساء وتمييز ضد النساء. ومن هون بلشت الرغبة صراحة بالشغل على الموضوع. ومع الوقت بالنضال النسوي بالذات عني، لأنه مع كل شيء منعايشه، كل مآسي النساء، كل وجع النساء، كل الظلم يلي بيلحق بالنساء، بخلينا نتمسك بهذا الشغل أكتر وأكتر. وبس تصير تشوف الظلم عن قرب أكتر ببطل فيك تتخلي عن هذه القضية بسهولة. أحب أنه نوال السعداوي، وأنا قرأت أنها كانت جزء من مشوارك، أحب أنها دايماً معك وحدك خلال المشوار تبعك. وأنا حابة أسألك، واو قدي يعني بس كتاب أثرت في حياتك، هيدا بيعنيني أنه التعليم أهم شيء والوعي. صح. فإذا أنت كنت يعني مديرة الـ education, minister of education, يعني مديرة التعليم بلبنان، شو بدك ككوريكولم، يعني خط مثلا خطة في المدارس في لبنان للكل يتعلموا تغير الوضع في لبنان، وعن الوعي عن الفيمينيزم النسوية في لبنان؟ اول شيء ببلش فيه هو انه غير المناهج التعليميه، لانه ما بعرف اذا اللي عم يحضرونا بيعرفوا، بس لليوم نحن بلبنان بعد في مناهجنا التعليميه ابي يقرا الجريده وامي تحضر الطعام، يعني هذا نموذج عن الادوار النمطيه، انه وبعدنا بنشوف لما بدهم يصوروا مثلا حدا عم يشتغل سياسي بحطوا رجل سياسي، او مثلا قاضي بحطوا صوره قاضي رجل. فبعده اذا بدك التمييز مترسخ بنصوص القراءه بكل شيء عم يدرسوه الطلاب. الاهم من هيك ما في شغل على موضوع التوعيه والثقافه الجنسيه للاطفال، وهذا شيء كثير اساسي. وحتى التربية المدنية اللي موجودة بلبنان بعيدة كل البعد عن مفاهيم حقوق الإنسان، فبعتقد من هون لازم نبلش، لازم نبلش ندمج مفاهيم المساواة والعدالة وحقوق الإنسان بالمناهج التربوية. لازم الطلاب مثل ما بيدرسوا أي مادة من المواد يكون في مادة تخبرهم عن أهمية حقوق الإنسان وأهمية المساواة، وأنه الأشخاص بيخلقوا أحرار مش بس بالنظر ولكن بالعمل، ويكون متاحة لهم المعرفة حول كل شيء. البنات كتير مهم يعرفوا عن أجسادهم، يعني بعدنا لليوم مثلا إذا بدنا نحكي عن دورتنا الشهرية هذا الموضوع تابو، وهذا الموضوع ما فينا نحكي فيه وعيب، ومنخبي الكوتاكس بالكيس الأسود لأنه نربى بالمدرسة وبالبيت على هيدا الشيء. فإذا بدك بدنا تغيير شامل بالمنظومة التعليمية، وأهم شيء موضوع الحفظ والتلقين يلي هو كمان نوال من الأشياء اللي حكيت عنها ويلي أنا كتير بآمن فيها، انه مناهجنا التعليميه تقتل الابداع عند الاطفال. يعني من ربي اولادنا من هن وصغار ممنوع يسالوا، الاهل اذا بيروحوا اذا ابنهم او بنتهم بيقصروا اول شيء بيقولوا للمعلمات المثل الشعبي اللحمات الكن والعظمات قلنا، ما بعرف اذا سامعتي، انه مفوضين فيهم. ف
حتى بعده سيستام التخويف والقصاص عند الأطفال موجود، وهذا الشيء خطير، لأنه الولد من هو صغير لازم نعلمه النقد، يعني ما يكون في شيء مسلم، كل شيء لازم نسأل عنه، يعني على طول الولد يسمح له يسأل تساؤلات. هيدي كمان بدها مسار طويل يعني، وبدها شغل على كيف نعلم الأطفال يكونوا مسؤولين وكيف يطرحوا تساؤلات وما يكون في تخويف وترهيب لهم. الترهيب شيء كتير خطير بعتقد. أنا بحس إنه أساس الحدود بين مجتمع حر للنساء وهلا هو أساس الخوف. في كتير خوف، يعني صح شو راح يصير إذا كلنا فكرون هيك، أو شو راح يصير إذا بقدر يعني ابني يعني مطرح آمن للأولاد يسأل عن أي شيء، أو خوف عن شو راح يصير إذا البنات بيقدروا يمشي بالشارع بالليل، شو راح يصير؟ شو بدك تقولي لهيدول الناس لسه خايفين؟ لأنه يعني لازم نكرم كل شعور يلي منحس، فمنقدر نفتح عقلنا على أفكار جديدة. فكيف وشو راح تقولي لهدول الناس لسه خايفين بهالفترة الخوف؟ بدي اقول لك شغله عني، في ناس خايفين بس في ناس اوقات بيستخدموا الخوف لقمع البنات، يعني انا ما بسمح لك تروحي بالليل لانه انا بخاف عليك، انا ما بسمح لك تطلعي مع هيدي الرفيقه لانه بخاف تنزعلك راسي، انا ما بسمح لك تقري هيدا الكتاب لانه هيدا الكتاب ممكن يفتح لك راسي. فاوقات الخوف يستخدم كذريعه او كحجه لقمع النساء، بس للأشخاص يلي بيخافوا، اللي بدنا نقوله بسياق مثل السياق اللي نحن عايشين فيه، الخوف لازم يكون على الكل. أوكي، مشكلتي الأساسية مع ازدواجية المعايير، ليش أنا ما بخاف على ابني إذا نزل الساعة 11 بالليل على الطريق بس بخاف على بنتي مثلا؟ بدل ما أنا أكون خاف على بنتي أو أجي حمل المسؤولية لبنتي لأنه نزلت على الطريق الساعة 11 بالليل، لازم نعلم الصبيان، نعلم أولادنا الصبيان إنه إذا بنت ماشية بالشارع 11 بالليل ما لك حق تكون عم تتحرش فيها أو عم تتعدى عليها، ولازم نحمله المسؤولية لإله. فإذا بدك منظومة الخوف نبلش نقضي عليها لما نبلش نحط ثقة عند البنات، ولما نبلش نمكن هول البنات. يعني واحدة من الأشياء اللي نحن البنات طلبوها منا مثلا بفيميل، وخاصة بعد كل الفلاتين الأمنة بلبنان وهيك، إنه بدنا نتعلم سيلف ديفنس، وهي واحدة من الأشياء الحلوة يلي بنقول للأهل إنه علموها لبناتكم، مثل ما بتشتغلوا إنه الصبي يقدر يدافع عن نفسه ويكون عنده القوة البدنية، اشتغلوا عليها عند البنت كمان لأنه بتحتاجها بوقت من الأوقات، والبنت مش أضعف من الصبي وما بتأثر على أنوثتها بين مزدوجين. ف إذا بدك فينا نكسر مفاهيم الخوف لما نحن نبطل نشوف الفتيات كائن ضعيف وبده حماية، لما نوثق إنه هي كائن مستقل وقادرة تكون مثلها مثل أي صبي، مثلها مثل خيها، ونشتغل نحن إنه نكون عم نضغط على دولتنا يصير في قوانين تحمي الفتيات والنساء، نكون عم نحاسب إذا واحد قتل مرته نحاسبه مش نبرر له وينجى بفعلته، إذا شاب تحرش ببنت نحاسبه مش نقول له شو كنت لابسة أتحرش فيك. بعتقد بتتغير الثقافة والمنظومة. فالمشكلة الأهم إنه نبلش نقول إنه المشكلة مش بالنساء والفتيات، المشكلة هي بالمنظومة بشكل عام، بالقوانين، بالثقافة، بالتربية، بكل هذه القصص، وأبدا مش موجودة مش بالبنت يعني. 100%. وحابة أضيف شوي عن هالموضوع، إنه النسوية الفيمينيزم مش بس للنساء بس على الأساس الرجال، لأنه إذا هن عم يعني يتحرشوا للبنات بالشارع، يعني هيدا يعني ياخد من يعني ال ال يعني الشخصية النساء وبيحسوا يعني بالخوف بالشارع وهيك. فكيف نقدر نربي أولاد يلي بيحترموا النساء يعني بهيدي الطريقة؟ بعتقد المشكلة الأساسية هي بالسلطة والامتيازات اللي بنعطيها للشباب بالتربية، إنه من أول ما بيخلق إنه انتبه لأختك، دير بالك على أختك، أنت ضبي تخت خيك، شيلي له شنطه، ضبي له غراضه كل الوقت، ومن أول ما يخلق هو أنت رجال ما ممنوع تبكي أو ما فيك تبكي، لا بنقلها لا أنت بنت ما ترفعي صوتك. فمن أول ما بنخلق بنتربى إنه بناخذ السلطة من البنات، بنحسسهم إنه هن ضعيفات، وللصبيان بنعطي كل السلطة والقوة. بعتقد التوازن هو المطلوب، إنه
ابدا ما نكون عم نربي اولادنا الصبيان انه انت عندك امتيازات وعندك سلطه وقوه وبتقدر تستخدمها على اشخاص ثانيين، واكيد هذه الاشخاص هي الفتيات بطبيعه الحال، وما نربيه انه انت عندك وصايه على ولا بنت، ونربيه نقول له انه البنت فيها تعمل مثلها مثل الشاب. ما في يعني، بدي اقول لك شيء، عندي اوقات اشخاص بيقولوا لنا انه ما تغير الزمن وبعدكم عم تحكوا من التفاصيل اليومية اللي بنعيشها، بنعرف انه ما تغير الزمن. يعني انا ابني عمره 7 سنين، من سنة لورا كان يجي من المدرسة يقول لي ايه اصلا البنات ما بيعرفوا يلعبوا فوتبول، واصلا نحن اقوى من البنات وامه نسوية. انه بيسمعها من اصحابه بالمدرسة، فهيدي الثقافة بعدها موجودة. بعدنا لما اوقات بكتير مدارس لما بدهم يلعبوا بنفرزهم، البنات الصبيان بيروحوا جيمناستكس، البنات باليه مثلا، او البنات بيروحوا بيعملوا شو بعرفني ستراتشنج، والصبيان بيلعبوا باسكت وفوتبول. بعدها موجوده هذه الثقافه، بعدنا بنقول انه في دور لإلك لانك صبي وفي دور لإلك لانك بنت، وبعدنا بنربي فيهم مفاهيم انه هو القوي وهي الاضعف. فوقتها نكسر هذا الشيء، وقتها نسحب هذه الامتيازات والسلطه من الشاب ونحطها بالتوازي، يعني نعطيهم حتى الامتيازات اللي بتحق لهم كإنسان، إن كان بنت ولا كان صبي، يعني الحقوق البديهية يكونوا متساويين فيها. ما بعتقد ساعتها يعني بنكون عم نساهم إنه نخلق مجتمع متوازن ونقلل من حدة العنف. يعني عم بخيل انه هيدي الفكرة انه النساء والرجال يكونوا حر مثل ما هن، مش مهم الجنس، هيدي احسن شيء. بس يعني هلا بالمجتمع اللبناني في تحرش وفي عنف ضد النساء، فكيف ال parents يعني الاهل بيقدروا يبلش بهيدي الممارسات اللي عم تشرح عنها؟ ولكن انا حسيت انه ممكن بهالفترة ما بيقدروا يترك الفكرة انه الولد او the son يقدر يقول لإلهم او لا احمي يعني اختك، كيف يعني بالشوارع ممكن راح يكون في خطر وهيك. فعم بحاول أدخل في منطق اللبنانيين بحس إنه لا في خطر برا، بدي إنه بنتي بيروح مع أخوه، فأخوها، فيعني كيف شو بنقدر نعمل كأول خطوة يلي بيقدروا يحسوا بالارتياح بس بيروح بهالاتجاه يلي أنت عم تشرح؟ برجع بقول لك الخطر على طول موجود وين ما كان، اوكي، موجود على كل الناس. يعني اليوم بتيجي بتقولي لي في خطر تحرش، بقول لك في خطر مخدرات بالليل، بتيجي بتقولي لي في خطر تحرش، بقول لك في خطر سرقه بالليل، وفي خطر تعدي امني، وفي خطر حدا يكون عم بيقوس احتفالا بلبنان وتطلع رصاصه طايشه بحدا، في كثير مخاطر، في خطر انه ابنكم يكون طالع بسوق السياره ويعمل حادث سير، في كتير خطر. ليش نحن ما منقيد حرية الصبيان خوفا من الخطر بس منقيد حرية البنات؟ فأنا بس اللي بدي أقوله أنه ننتبه أنه أوقات الخطر عم نستخدمه ذريعة لحتى نضيق على البنات، وهذا الشيء مش صحي. الصح هو انه نحن نعطي الثقه لبناتنا، الصح انه نخلي بناتنا نحكي معهم، نفتح حوار معهم ونحكي عن شو اللي عم بيواجهوه برا، نخليهم يحسوا بالامان انه يرجعوا لنا وقت اللي هن بحاجه لهذا الشيء. صدقيني من خلال التجارب اللي شفتها مع البنات اللي بشتغل معهم، اني البنات يلي اهلهم حدهم عندهم ثقه وتمكن وقوه استثنائيه. البنات يلي اهلهم منن واثقين فيهم وبيمارسوا هيدا الضغط عليهم وهيدا التخويف وهيدا كل الوقت بضلهم حاسين بانه هن بطريقه او باخرى عندهم خوف وعندهم تردد، وبالتالي ممكن يكونوا عرضه انه يقعوا بمواقف وما يعرفوا يتصرفوا فيها. فكرمال هيك بنقول الاساس انه نبني الثقه مع البنت ونبني ثقتها بحالها، ما نربيها انه انت ضعيفه، ما نربيها نخوفها انه سو وات ما تبعتوها على الجامعه، انه من كم بنت صارت عم تقتل بالجامعه مثلا بالهيدا، حلو بكره كل الاهالي بطلوا يبعتوا بناتهم على الجامعه، ما فينا نكون عم نعمل هيك، يعني بدنا نلاقي حلول بديله،
بدنا نضغط انه يصير في قوانين بتحمي من التحرش بالشارع، بدنا نلاقي حلول بديله، بس مش على طول نحط المشكله بالبنت والحل الاسهل انه نتركها بالبيت ونمنعها، انه لانه مش من حقنا بكل بساطه، من حقها انه هي تكون عم تمارس حياتها وحريتها وتجاربها، ومن حقها تكون محميه. إذا هيدي الحماية مش مؤمنة من قبل الدولة، خلونا نشتغل نحن ندعم لها حمايتها الذاتية. يعني مثل ما قلت لك سيلف ديفنس، في كتير بنات اليوم بلبنان بيمشوا معهم بابر سبراي بالشنطة، بيتعلموا أساليب الدفاع عن نفسهم، بيعرفوا المناطق يلي يمكن ما لازم يروحوا لها محلات معينة، وبيعرفوا ما حدا بيروح بيحط حاله بالخطر. يعني إذا البنت اليوم واعية ومتمكنة وعندها ثقة، ما بعتقد انه هالقد سهل انه تكون عم توقع بهالمحل. وبرجع بقول المخاطر على كل الناس، يعني مش حجة المخاطر لحتى نكون عم نعمل هذا الشيء مع الفتيات. واو، ف يعني انت بتآمني انه الثقة بيقدر يكون نوع من دفاع عن نفس عن النفس يعني للبنات بالشكل يعني اساسا يعني يحسوا انه في سند يرجعوا له ويقدروا يحكوا معه بحريه وبامان، ويقدروا انه هن كمان يعرفوا ياخذوا القرارات الصح ويكون عندهم وعي على كل التفاصيل. يعني اليوم بعد في بنات بيزوجوهم اهلاتهم وما بيخبروهم شو بده يصير بالزواج لهالدرجه، يعني ومش مزحه، يعني اتس هابينينج بلبنان. في بنات بيتزوجوا تحت 18 سنه بفكروا حالهم رايحين يلعبوا بيت بيوت، انه روحي مع عمه يعني، وبنسمعها من البنات لليوم. فانه من حق البنت انها تعرف، في بنات بتجيها الدوره الشهريه بتاكل صدمه حياتها انه شو هيدا الشيء، يعني ما بتكون عارفه عنه من قبل. هلا يمكن مع الانترنت تطورت القصص اكثر وصارت البنت تعرف اكثر، بس من حق البنت انه الحق بالمعرفه يكون مكفول لها من اهلها بالدرجه الاولى ومن المدرسه ومن الاعلام كمان. يعني اليوم الاعلام شو عم بيلعب دور؟ وين البرامج يلي موجهه للفتيات يلي بتحكي عن قضايا النساء والفتيات؟ في غياب شبه تام، يعني بنشوف بس تسليع وتنميط وخطاب كراهية وتحريض على العنف، هذا اللي بنشوفه على الميديا للأسف. أنا عايشت ببلدان ما راح أقول اسم بس أنا عايشت مع عائلات وهن قالوا لي ما بتيجي عبيتي بعد الساعة 9 بالليل لأنه راح يعني الصورة راح يصير شوية سيء لإلنا سمعتنا كعائلة وأنا كنت بس مع صديقتي بس عم نحكي ندردش وهيك بس ما قدرت ارجع اذا كانت بعد هالساعه وانا سالت لهم لايك ليه؟ وقالوا لي اه الجيران راح يشوفك وراح يفكر اشياء وانا قلت مين الجيران؟ اوه ما بنعرفهم شو يعني كيف نقدر يعني نط على هيدي طريقة تفكير إذا هيدا الشيء كتير كتير يعني عميق بمجتمعاتنا ويعني حتى إذا ما بيعرفوا الجيران عم بيفكر بالجيران قبل ما بنفكر بحريتنا ثانك يو، بتعرفي ضويتي على نقطة كثير حلوة وأنا ما انتبهت أقولها، اللي هو هيدا الشيء إنه ما في تقدير للحريات الفردية، ما في خصوصية بمجتمعاتنا، وأغلب الوقت في أهل بيمارسوا ممارسات مع بناتهم، ممارسات قمعية وبيمنعوا بضايقوا على بناتهم بس خوفا من حكي الناس. يعني ثانك يو انه اثرتي هذه النقطه، انه شو بدهم يقولوا الناس اذا انا ما عندي مشكل تروحي بالليل، بس شو بيقولوا الناس اذا شافوكي راجعه بالليل؟ والبنت بتصير بتحس حالها انه من الدكنجه لشوفير التاكسي للجاره يلي ما بعرف من كلهم بيعرفوا تفاصيل حياتها ويتدخلوا تفاصيل حياتها. فكمان هيدي وحده من الاشياء اللي لازم تنقال للاهل، انه الاولويه لازم تكون بناتكم، يعني مش الناس ومش راي الناس. والثقه بتبلش من انه انتم تخلوا بناتكم يعرفوا انه انتم بتصدقون وانتم بتوثقوا فيهم وانتم عاطينهم هيدي الثقه، وما فارقه معكم الناس. يعني اليوم الناس شو حنستفيد نحن اذا اعطينا دينتنا لحكي العالم؟ بس نحن اذا اليوم قمعنا بناتنا بسبب حكي العالم، نحن عم ندفع بناتنا ثمن ما ذنبهم يكونوا عم يدفعوه. يعني اليوم اذا الجاره بعدها افكارها من السبعينات والستينات، مش ذنب بنت عمرها 18 سنة انه تكون عم تتربى مثل ما بدها الجارة. يعني
هيدا الشيء كثير حساس، فكمان حكي الناس هو شيء من الاساسي اللي نحن لازم نبلش نتمرد عليه ونمرن حالنا انه ما نخليه يدخل على قلب بيوتنا. يعني بكل بساطه وبدي اقول لك شغله هون، اني في انفصام بمجتمعاتنا. يعني اليوم تكون امراه عم تعنف او حتى عم تقتل عند جارنا، تساليهم مثلا بتبلغوا الدرك او بتتحرك، بيقولوا لك لا انه هيدا هو مرته يصطفله، ما بيتدخلوا. ياما انا شايفتها وسمعتها انه اذا بنسمع صريخ مره انه خلص انه هيدا شأن عائلي ما بنتدخل، بس اذا اليوم بنت بدها تروح الساعة 8 عند رفيقتها كل الجيران والعائلة بدهم يتدخلوا. ففي انفصام، يعني الاشياء اللي بنتدخل فيها اللي ما لنا حق نتدخل فيها، والقضايا اللي لازم نتدخل فيها لانه في حياة اشخاص وفي خطر عام وفي عنف ما بنتدخل. يعني مجتمعاتنا بدها شغل كتير على الثقافة وعلى منظومة القيم، لانه منظومة قيمنا ذكورية بكل بساطة. واو، كتير كتير عميق وصح هالفكرة. وكمان يعني هيدي نقطة السمعة، السمعة السمعة، يعني الموضوع في كل العالم العربي. يعني في كتير ناس ممكن عم بيشوفوا هالحلقة وبيقولوا آه يا ريت بس ما بقدر أترك لبنان، مثل كتير لبنانيين يلي عندهم انتي تروح بلدان غير. فالسمعة جزء من حياتي، وإذا بدي أتجوز بناتي في عائلة تانية يلي عندهم يعني عائلة يعني منيحة، لازم يكون عندنا هالنوع من السمعة العالية. شو بدك تقولي لهدول الناس يلي عم يعني عم يمسك هيدي الفكرة عن كل شدهم وكل قوة، ما بدهم يتركها لأنه الخطر بالنسبة لهم هو إنه راح يعني يكسر العائلة وال يعني مستقبل البنات والرجال تبعهم، يعني الأولاد تبعهم. شو بدك تقولي لهم؟ لكن بدي اقول لك شيء، انه تغيير مش شيء بيحصل بيوم وليله، اوكي؟ وخاصه التغيير بقضايا النساء وحقوق النساء، لانه بقضايا النساء وحقوق النساء في كتير شيء بيتدخل. العائله والسمعه شيء سهل، في حدا بيجي بيقول لك الدين، ما الدين قال هيك، ما الدين قال اعمله، الدين قال الرجل رأس المرأة، الدين قال اضربوهن، الدين قال ما بعرف شو، في الدولة، في القانون، في 100 قصة. يعني الموضوع مشربك، بس على طول التغيير يحتاج لأشخاص شجعان يبلشوا بهذا التغيير. فأنا اللي بقوله للناس إنه كونوا من هول الأشخاص الشجعان، لأنه من حق يعني نحن بنخلق بشرعة حقوق الإنسان، بيقولوا لك الإنسان بيخلق حر، أوكي؟ هيدي الحرية ما حدا له حق يسلبها منه تحت أي ذريعة. وولادنا هن مش ولادنا حتى، يعني جبران بيقول شيء كتير حلو إنه أبنائكم ليسوا أبنائكم، أوكي؟ أبنائكم أولاد الحياة. حتى نحن ما إلنا الحق نكون عم نفرض هيدي السلطة الأبوية على أولادنا، نحن إلنا حق ندعمهم، نقويهم، نعطيهم ثقة بحالهم، نسندهم، نحميهم قد ما بنقدر نحميهم، بس مش نقمعهم، مش نعنفهم، مش نسمح لكل الناس يربوهم، هول مش ولاد الجيران والعائلة وغيرها. وإذا هيدا بده يسبب سمعة سيئة فلتكن. بس بدي أقول لك يا إنه عن جد تحتاج أشخاص شجعان، وعبر التاريخ كان في كتير أشخاص شجعان. يعني أنا وأنت اليوم أني لو ما في نساء ناضلوا قبلنا نحن مش هون. قطعت يعني الحركة النسوية، قدمت دم وقدمت تضحيات، في نساء انسجنت وفي نساء ماتت وقربت عن الطعام، ونساء دفعت حياتها لحتى نحن نقدر نكون هون. اليوم عم نحكي عن حق النساء بالجنسية، كم سنة لورا كانت المرأة إذا تجوز أجنبي تسحب الجنسية اللبنانية منها، كم سنة لورا كان المغتصب بيتزوج من اللي اغتصبها وبتسقط عنه العقوبة، كم سنة لورا ما كان في قانون يحمي من العنف الأسري. النضال المتراكم للحراك النسوي هو اللي ودى لهون. من كم سنة لورا يعني أنا في ناشطة نسوية لبنانية بعد عايشة الله يطول عمرها اسمها ليندا مطر، على طول بحب ردت شيء قالت لي إياه. ليندا من النساء يلي ناضلوا لحتى نحن صار عندنا حق الترشح والتصويت. يعني نحن ما كان لنا حق لنترشح ولا نصوت. فمرة لما كنت عم بعمل معها انترفيو سالتها انه انت ليش قررتي تنخرطي بهذا الشيء؟ قالت لي كنا بالحي وكان في شيء اسمه لجنه حقوق المراه، نساء يبرموا على هالنساء ويحاولوا يقنعوهم
انه تعالوا نتحرك لنطالب بحق النساء المشاركه السياسيه. قالت لي لا انا ولا امي حسينا حالنا معنيه. قالت لي لنهار كان في انتخابات وانا قاعده على البلكون وابن جيراننا مختل عقليا، يعني منه قادر عقليا انه ياخذ قرار بالتصويت. قالت لي طلعوا على نص البيت ونزلوه على كرسي لحتى حط ورقه وصوت، وانا لانه بنت بقيت قاعده على البلكون ما قدرت انزل صوت. فهي كانت لحظه التحول بحياتي. فمن 50 سنه لورا كان في نساء يقعدوا على البلكون ما يقدروا ينزلوا صوتوا ولا لهم حق يترشحوا الانتخابات. نحن اليوم صار عندنا هذا الحق لانه في نساء تجرأت ترفع الصوت وتقول لا، وغيرها وغيرها من القضايا. فتغيير بده تراكم وبده ناس يبلشوا هيدا الشيء، وبعتقد في كتير ناس عندها الرغبة تبلش هيدا الشيء، وبعرف كتير ناس بحياتنا عم يربوا بناتهم تربية غير، وعم يربوا أولادهم تربية غير، وعم يخلقوا نضال بمجتمعاتهم رغم كل إذا بدك الضغوطات بمجتمعنا. وأنا برأيي بلبنان بالتحديد الخلاص الأساسي ببلش برفع إيد الطوائف عن كل شيء له علاقة بحياتنا الشخصية. فصل الدين عن الدولة يا جماعة، قانون مدني هيدا الأساس، لأنه اليوم أغلب التمييز اللي بنعاني منه، صلب التمييز، هو بالقوانين الدينية لكل النساء بلبنان. فلما نبلش ننظر للحقوق إنه هي متساوية لكل الأشخاص بغض النظر عن طائفتهم ومين هن، ونشوف إنه نحن مواطنات ومواطنين بدولة مش رعاية بطوائف، تختلف النظرة كتير بعتقد. ميرسي كثير على كلماتك وانك شاركتي كل هالحكمة معنا، حكمة سنين وانت كنت عم تشتغلي بهالمهنة العميقة في لبنان وفي بلدان تانية. وانا بحس انه مثل ما قلتي، يعني في ضوء بعد كل الاشياء يلي صار بالتاريخ، في ضوء بالاخر يلي بنقدر يعني ننتظرها، بس لازم نعمل الشغل، we have to do the work، وهذا الشيء كتير مهم. فإذا في ناس يلي عم يشوف الحلقة بدهم يدعم هالناشط وهالنوع من الناشطات تبعك، وين بيقدروا يبلشوا بهذا الشيء؟ فيهم يدعموا بكتير قصص. أول شيء يدعموا بأنه هن يشتغلوا على حالهم ويبلشوا يسقفوا حالهم بهذه القضايا، هيدا أول شيء. والدعم نحن اللي بدنا إياه هو أنه يساهموا بقضيتنا، نحن مش شركة ولا هدفنا نحن نحقق تغيير بالمجتمع. فأنه يكونوا جزء من هذا التغيير ويساعدوا على تحقيق التغيير، هذا الدعم اللي نحن بدنا إياه. فاليوم كل أم عم تحضر وكل بي عم يحضر، بلشوا راجعوا منظومة القيم وكيف تتعاطوا مع بناتكم وكيف تتعاطوا مع أولادكم، وبلشوا بالتربية بالدرجة الأولى، فهذا واحد من الدعم. نبلش نعرف عن القضايا، البنات يلي عم يشوفونا بلشوا عرفوا عن قضاياكم، وإذا بدكم أي دعم تعالوا لعنا، وأنا شخصياً مستعدة غرامة أعمل نقاشات نسوية وأحكي مع البنات وأحكي مع النساء. كل شيء ببلش بالوعي، يعني الوعي النسوي هو أساساً بلش نعرف حقوقنا. وأنا ما كنت قدرت صرت هون لو ما عن جد اشتغلت على، لو ما إجا حدا وضوالي براسي إنه في ظلم، وهذا الظلم يستوجب انه ناس تناضل ضده. فنبلش بالوعي النسوي، نبلش بدعم القضايا، ودعم القضايا بكتير طرق، يعني نرفع الصوت مع اصحابنا لما ينفتح نقاش عن حقوق النساء، نحكي وجهة النظر المختلفة لو ما قنعناهم، بس على الاقل بنكون فتحنا اسئلة براسهم يمكن يرجعوا يراجعوا حساباتهم. ما نخجل ندافع عن القضايا المحقة، نوقف حد النساء، نصدق النساء، نصدق الناجيات. إذا بنعرف عن امرأة معرضة لعنف ما نقول هاي قضية خاصة، ندعمها، نوجهها لمين تبلغ شو تعمل. لما يكون في تحركات نسوية على الأرض ننزل نشارك، نعتصم، نتظاهر على السوشيال ميديا، نشارك هذه القصص، spread the word يعني عن كل القضايا اللي مرتبطة بالحراك النسوي. يعني مثل ما قلت مثلا نحن عندنا صفحة شريكة ولكن، وصفحة فيميل، يعني فيميل هي كجمعية موجودة عندها مراكز بأربع مناطق بلبنان، فكمان إذا بهمهم يتواصلوا معنا على طول في جلسات تسقيف نسوي. وين في لبنان؟ وين موجودة؟ في بطرابلس بالشمال، وفي بالجنوب بالنبطية وبالبقاع وببيروت. يس، وفي على طول جلسات تسقيف نسوي.
فيتواصلوا معنا ونحن انه مستعدين انه نكون يعني اي وقت يجوا لعنا على السنتر ونحكي وهيك، وفي فرص تدريبات وغيرها ليبلشوا يطوروا معرفتهم النسويه وشريكة، ولكن كموقع نسوي بوثق بشكل يومي الاعتداءات والانتهاكات بحق النساء وكل شيء مرتبط بحقوق النساء. فشوفوا هذا المحتوى، تعرفوا شو عم بيصير عن جد، شوفوا الواقع على الارض، وادعموا ادعموا المحتوى بانه تشاركوه مع الاشخاص، بانه تنشروه على اوسع نطاق. فهيدي الطرق اذا بدك للدعم، وانا بالنسبه لي الدعم من خلال التغيير بالحياه الشخصيه هو الاهم، لانه التغيير ببلش بانه انا اثر برفيقتي وببي وبخيي وبامي وباولادي وباصحابي، وبينتقل للدائره الكبيره. ف that's it. كتير كتير يا حياة مرشاد، يعني هيدي المعلومات ان شاء الله بيقدر يتغير وضع لبنان للأفضل. ولازم نقول آخر شيء انه الحرية رح يخلق بلد جديد وأفضل للكل، وإذا ما بتشوف أو هيك أو ممكن بتخافوا عن هيدا الشيء، شوفوا البلدان آخر يلي يعني بنت هيدا الشيء، حطوا الحرية تبع الكل بأساس بلدهم، وشوفوا لوين كل اللبنانيين عم رايحين. يعني وبدي اقول شغله، انه القمع هو والاسكات هو اسلوب استخدمته الانظمه الدكتاتوريه والسلطات القمعيه، ويلي منا السلطه عنا بلبنان، وكرمال هيك نزلنا ب 17 تشرين لنعمل ثوره وبعدنا بنعمل ثورات. القمع هو اسلوب تستخدمه السلطات والقوى السياسيه القمعيه لحتى تسكتنا، فما نمارس هذا الشيء ببيوتنا. نحن اذا بدنا نخلق مجتمع امن ومجتمع سوي ومجتمع منتج اقتصاديا، خلينا نشوف المجتمعات اللي فيها مساواه، هي المجتمعات اللي فيها رفاهيه بكل المستويات اقتصاديا وصحيا واجتماعيا وفكريا. فاذا عن جد بدنا نخلق مجتمعات حره، بدنا نربي اجيال حره بتعرف عندها فكر نقدي، عندها ابداع، منا خاضعه، منا خايفه، منا مقيده، فهيدا الاساس. وهيدا الشيء رح بيعود بالفائده على الجميع، يعني على طول نخلي هيدا الشيء ببالنا، العنف هدام والقمع هدام، والعنف ما بيودي غير العنف، العنف كان ضد النساء او ضد اللاجئين او ضد المثليين او ضد العاملات الاجنبيات او ضد مين ما كان، ما بيودي غير العنف. بدنا نصنع مجتمع سليم وصحي ومنتج، بدنا نكون عم نشجع قيم الحرية والعدالة والمساواة. 100% بالضبط. ميرسي على كلمة، وللكل يعني بليز اسمع هالكلمات، لأنه كلنا بدنا نشوف لبنان بصورة أفضل. وتذكروا هيدا الشيء، السمعة ما بنقدر نسيطر عليه، يعني السمعة بإيد التاني، يعني السمعة هي شو الناس بفكر عنك، وما بنقدر نسيطر عليه هذا الشيء. فكونوا مثل ما بدكم تكون، واسمع هالكلام الحكيم من حياة، لأنه هذا الشيء يلي راح يغير كل شيء اجتماعيا في لبنان. فمرسي كتير يا ست حياة لوقتك، انت كتير كريمة معنا، وإن شاء الله صوتك تقدر توصل للكل، وإن شاء الله إذا أنتوا عم بتشوفوا هيدي الحلقة بيقدر على الأقل يقلل الخوف تبعكم عن شو يعني النسوية وحرية يعني حرية النساء، وكمان حقوق النساء للبنات. وبيشوف بتقدروا تشوفوا قد ايه رح يساعد المجتمع بالكل. وميرسي عن جد، ميرسي شكرا أني، ميرسي، أكيد. باي. وإذا بدكم تتابعوها بتقدروا تتابعوها هون على الانستغرام وتويتر على حياة مرشد. ميرسي، ويوم سعيد، Thank you. Bye bye. باي.